أكد المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري في تصريحات للتلفزيون المصري أنه تمت مناقشة حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وأشار كذلك إلى أن الجلسات ركزت أيضا على الوقوف حول أسباب التضخم وتأثيره على الواقع الاقتصادي. كان الغرض من جلسة النهاردة أن احنا نخرج مجموعة من التوصيات اللي تقدر تساعد في حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار في مصر. كان معظم المناقشات دايره حوالين، يعني كانت الجلسات اللي فاتت طبعا تم فيها مناقشه الاسباب وايه الاثار الاسباب دي على الواقع الاقتصادي في مصر دلوقتي، والنهارده الجلسه كانت بس يعني مقتصره على ان احنا نخرج بتوصيات معينه. اغلب التوصيات دي كانت بتتكلم ان احنا لازم نحاول نقلل التضخم عن طريق مش بس ان احنا نعمل حد من الطلب، بالعكس ان احنا كمان نوفر العرض اللي ممكن يؤدي لخفض الاسعار. احنا من جانبنا في حزب الدستور يعني قدمنا كذا مقترح ان احنا نيسر بعض الاجراءات الخاصه بالاستيراد والتصدير اللي ممكن تتيح ان يبقى في متوفر حصيله دولاريه نقدر نستخدمها في يعني احنا بدل مثلا سياسه الاعتماد المستدل اللي كانت شغاله بقى لها فتره معينه وكانت بتحد من قدره المستوردين ان هم يدخلوا البضائع زي ما هم عايزين، ان احنا نقدر نفتح المجال شويه ان احنا يبقى في بعض الايداعات ان هي تيسر عمليه الدولار.